لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. إليكم أبرز العناوين: المدرب التونسي فوزي البنصرسي يفرض قرارا جديدا على لاعب النادي الأحمر قبل مواجهة أولمبيك آسفي بالدوري. الإعلام الجزائري يفاجئ الوداد الرياضي من جديد قبل لقاء العودة ضد مولودية العاصمة بالمغرب. رسميا فوزي البنصرسي يسمح بعودة لاعب بارز للفريق الأول بعد خلاف سابق. الوداد الرياضي يوجه خطابا للاتحاد الأفريقي الكاف بخصوص بعض الخروقات من طرف مولودية العاصمة الجزائري. رأسية وليد الكرسي تقلب موازين الاتحاد الأفريقي الكاف وتحدث تغييرات جديدة بدوري أبطال أفريقيا. فرض التونسي فوزي البنزرتي مدرب النادي الأحمر قرارا جديدا على لاعب الفريق بعد مواجهة مولودية العاصمة الجزائري برسم ذهاب الدور الربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا. وقرر المدرب التونسي فوزي البنزرتي إجراء حصة تدريبية استعدادا لمواجهة ضيفه نادي أولمبيك آسفي غدا الثلاثاء برسم الجولة الثامنة عشرة من البطولة الوطنية. وتقام المواجهة المذكورة بين الفريقين بداية من الساعة 9:30 ليلا على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. وتجدر الإشارة إلى أن زملاء وليد الكرسي عادوا بتعادل إيجابي ضد مضيفه نادي مولودية العاصمة الجزائري بهدف لكل فريق، وذلك رغم الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق الأحمر من طرف الحكم الإثيوبي باملاك سيسيما. أكد الإعلام الجزائري من جديد أن فريق مولودية العاصمة الجزائري يملك الإمكانية للإطاحة بفريق الوداد الرياضي في لقاء الإياب برسم الدور الربع النهائي لمنافسة دوري أبطال أفريقيا. ولم يخفي الإعلام الجزائري خاصة اللاعب الدولي السابق للجزائر بن شيخ أن الواقع يؤكد قوة النادي الأحمر وترشحه على حساب مولودية العاصمة، وذلك نظرا للفوارق الكبيرة بين الفريقين على مستوى اللاعبين مما يرجح كافة الوداد الرياضي إلا في حال حدوث أي مفاجأة من طرف الفريق الجزائري في مقابلة العودة بالمغرب. كما أكد الإعلام الجزائري أن قوة فريق الوداد الرياضي ستتمثل في جودة اللاعبين وكذلك للخبرة التي يمتلكها النادي الأحمر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة للتنافسية الكبيرة التي يعرفها الدوري المغربي عكس ما يحدث في الدوري الجزائري. رصدت الجامعة الملكية المغربية منحة كبيرة للاعب المنتخب الوطني المحلي للتتويج بكأس العرب، والتي تستضيفها قطر في شهر دجنبر المقبل لتحفيز اللاعبين على تحقيق اللقب، وبالتالي مواصلة النخبة المغربية لعروضها القوية بعد فوزها في شهر فبراير الماضي بكأس أفريقيا بالكاميرون. وكشف مصدر مسؤول أن المنحة البالغة قيمتها 60 مليون سنتيم أضحت منصوص عليها في السلم الخاص بالمنح، ومشيرا إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي الأقجاع تبقى له الصلاحية للرفع من قيمتها كما قام بذلك عند تتويج المنتخب الوطني المغربي داخل القاعة بكأس أفريقيا. ويشار إلى أن قرعة كأس العرب أوقعت المنتخب الوطني المحلي بالمجموعة الثالثة إلى جانب السعودية والفائز من مباراة الأردن ضد جنوب السودان، والفائز كذلك من لقاء فلسطين ضد جزر القمر. عاد سفيان لمودن لاعب النادي الأحمر إلى استئناف تداريبه مع الفريق الأول أمس الأحد بعدما تم استبعاده للأحداث التي رافقت المقابلة ضد اتحاد طنجة والتي احتج خلالها على تغييره، مع العلم أنه دخل احتياطيا في الشوط الثاني قبل أن يعمد المدرب التونسي فوزي البنزرتي على تغييره في الوقت الإضافي للمقابلة المذكورة. واكتفى سفيان لمودن بحصص اللياقة البدنية تحت إشراف المعد البدني، هذا في الوقت الذي كان فيه باقي اللاعبين يستعدون للمقابلة ضد أولمبيك آسفي غدا الثلاثاء برسم الجولة الثامنة عشرة من البطولة الوطنية. وسينخرط سفيان لمودن في التدارب الجماعية للنادي الأحمر مباشرة بعد نهاية المقابلة ضد أولمبيك آسفي، وذلك من أجل الاستعداد رفقة باقي اللاعبين لمواجهة مولودية العاصمة الجزائري برسم إياب الدور الربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا. يدرس المدرب التونسي فوزي البنزرتي بحسب بعض المصادر إمكانية إراحة عناصره الأساسية لتجنب إرهاقهم قبل لقاء الإياب ضد مولودية العاصمة الجزائري يوم السبت المقبل برسم الدور الربع النهائي لمنافسة دوري أبطال أفريقيا. وأكدت المصادر أن المدرب التونسي فوزي البنزرتي لمس بوضوح معاناة مجموعة من اللاعبين الأساسيين من الإرهاق خلال المباراتين الأخيرتين للفريق الأحمر بالبطولة الوطنية ودوري أبطال أفريقيا، مما يفرض اعتماد المداورة بين اللاعبين خاصة وأن الفريق يدخل مرحلة حاسمة من الموسم الكروي الحالي حيث ينافس على ثلاث واجهات وهي البطولة الوطنية وكأس العرش بالإضافة لدوري أبطال أفريقيا.
ذكرت بعض المصادر الخاصة أن الفريق الأحمر توجه بخطاب للاتحاد الأفريقي الكاف يستفسر من خلاله عن سر تواجد الجمهور في ملعب 5 جويلية بالجزائر والذي احتضن مباراته ضد مولودية العاصمة في ذهاب الدور الربع النهائي لمنافسة دوري أبطال أفريقيا. وتضمن خطاب النادي الأحمر إشارة إلى تواجد مجموعة كبيرة من الأشخاص في منصة الملعب والذي يمثل خرقا لبروتوكول المسابقة، حيث أوصى الاتحاد الأفريقي الكاف بخوض كل المقابلات المتبقية بدون جمهور. كما دعا النادي الأحمر للتحقيق في الموضوع والاطلاع على تقرير مراقب المواجهة مع الاستفسار بشأن إمكانية استفادة الفريق الأحمر من نفس الامتياز في مباراة الإياب على ملعبه بالدار البيضاء. وأكدت المصادر على أن فريق مولودية العاصمة الجزائري رد وقدم توضيحات بخصوص هذه الواقعة، كما سيسلم الاتحاد الأفريقي الكاف تقريرا يشرح فيه ما حدث بالتفصيل. يدرس الاتحاد الأفريقي الكاف اقتراح من جياني إيفانتينو رئيس الاتحاد الدولي الفيفا بالاعتماد على تقنية الفار بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بداية من النسخة المقبلة لتفادي احتجاج الأندية. وكشف مصدر مسؤول قريب من الاتحاد الأفريقي الكاف أن جياني إيفانتينو وعد رئيس الكاف بالمساعدة في إنجاح الموضوع من خلال برمجة الدورة التكوينية للحكام للرفع من مستواهم، حيث حدد قيمة الدعم الذي سيقدمه الاتحاد الدولي الفيفا للمساهمة في تطوير التحكيم في $1,000,000. وأوضح المصدر أن تدخل فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف برواندا والذي طالب من خلاله بضرورة الاعتماد على الفار في مباريات دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد الأخطاء التي ارتكبها الحكم الإثيوبي باملاكسي سيما في مباراة مولودية العاصمة الجزائري ضد الوداد الرياضي يوم الجمعة الماضي، حيث أحرج الاتحاد الأفريقي الكاف ودفعها إلى التعهد بدراسة اقتراح الاتحاد الدولي الفيفا.